السلام عليكم اخوتي، اهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات لاله فاطمه. ما شاء الله في وصفه جديده نحضر معكم واحد البريوش اللي كيجي رائع بواحد المقادير اللي مختلفين وكيجي هشيش بحال القطن. المهم قبل ما ندوزوا الوصفه ما تنساوش ديروا لي لايك، كذلك اول مره كتشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. ودابا خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير فغنحتاج هنايا كاس ديال الماء ما يعادل 150 مليلتر، كذلك غنضيف كاس ديال الحليب ما يعادل 150 مليلتر، كذلك غنضيف هنايا كاس ديال السكر الخشن اللي هي 150 غرام، معلقه صغيره ديال الملح، غنضيف كذلك ملعقه كبيره ونصف من خميره الخبز الخميره الفوريه، غنضيف هنايا جوج ديال الاكياس ديال سكر فانيلا يعني نكهه الفاني ما يعادل 15 غرام. بالنسبه لهاد النكهه هذه يمكن لكم ديروا غير كيس واحد، لكن صراحه انا كيعجبني هكا النكهه ديال الفاني تجي قويه في البريوش. يمكن لكم كذلك تستعملوا هكا البودره ديال الفاني، معلقه ديال الخل، وغنحتاج هنايا البيضه واحده، غنضيف كذلك جوج ديال الملاعق كبار ديال الزيت النباتيه. ودابا غنحرك جميع العناصر حتى تذوب ديال الخميره وكذلك حبيبه ديال السكر، وهذا كيصبح الخليط ديالنا يعني الخميره دابت لنا. دابا مباشره غنبدا نضيفه في الدقيق، ودابا غنبدا نضيف في الدقيق بسم الله على بركه الله. غنضيف 7 ديال الكؤوس ونصف ديال الدقيق ما يعادل 750 غرام. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان، في الكؤوس ديال العنبه ملي تكونوا كتعمروهم عمروهم غير بالملعقه باش كل كاس كيعطينا 100 غرام بالضبط. المهم دابا غنضيف الدقيق على دفعات باش هكا نتحكم في الخليط ديالي. ودابا غنضيف هنايا معلقه ونص ديال الزبده ما يعادل 70 غرام، وغنزيد النصف. ودابا غنبدا نجمع الخليط ديالي حتى تختفى لنا الزبده. كما كتشوفوا معايا فمن بعد ما كنضيف الزبده الخليط ديالي كيولي خفيف شي شويه على هذا الشكل. دابا غنزيد الكميه ديال الدقيق المتبقيه. بالنسبه لهذا نص كاس الاخير يعني كنبقاو نضيفوه غير بشويه، ممكن اننا ندخلوه كامل، ممكن اننا نشيطوا منه هكا واحد المعلقه كبيره، اولا نزيدوا عليه هكا معلقه كبيره، يعني داكشي كيبقى على حسب حجم البيضه اللي استعملتو، كذلك النوعيه ديال الدقيق. كاينه النوعيه كتمتص السوائل وكاينه اللي ما كتمتصش. ودابا انا ضفت الكميه كامله كما كتشوفوا معايا، ما غنزيدش نضيف كميه اخرى، وغنجمع الخليط ديالي حتى يختفى الدقيق. بالنسبه لهاد العجينه هذه فما كتحتاجش للدلك، فقط كنبقاو نجمعوها حتى ما كيبقاش يبان لنا الطحين. وهذا هو القوام ديال العجينه ديالنا كما كتشوفوا معايا. فالعجينه يعني كتكون خفيفه شي شويه، يعني ماشي خفيفه عاوتاني كثر من القياس، لحقاش العجينه خصها ضروري تكون هكا شويه شاده راسها باش هكا ملي نبغيو نخدموها تخدم معانا. يعني ملي كنهز هكا العجينه باليد اللي كتكون ناشفه على هذا الشكل يعني كنلقاها شاده راسها. بسم الله على بركه الله. دابا ناخذ واحد شويه من هذا العجين، غير شي شويه ما ناخذوش بزاف، هكا واحد الكويره ديال العجين غنضعها هنايا في الصحن. وبالنسبه لهذا العجين هذه فغندهنها بواحد شويه ديال الزيت نباتي، كنديرها كاعي واحد شويه ديال الزيت نباتيه من التحت، وغنجمع العجين ديالي باش هكا يعني هاد الزيت هذا فكيساعد العجينه انها تختمر بسرعه. غنغطيها بهذا البلاستيك غذائي، غنخليها جانبا، وغندوز باش نحضر معكم هاد القطعه هادي. ودابا في هاد المرحله غنحتاج هنايا المعلقه ديال الكاكاو، الكاكاو المر من الافضل تستعملوها كواحد النوعيه اللي كتكون زوينه باش البريوش ديالكم كيجي لذيذ. غنضيف هكا واحد شويه ديال الحليب غير شي شويه باش هكا الكاكاو كيندمج معانا مزيان كيدوب. ودابا كما كتشوفوا معايا فهذا هو القوام ديال العجين بعد ما جمعتها مزيان، كنبقاو كندورو فيها مزيان باش هكا الكاكاو كيندمج لنا مزيان في العجين. نفس الطريقه عندها اليد ديالي بواحد شويه ديال الزيت نباتي، وغنجمع العجين. كما كتشوفوا معايا فالعجين القوام ديالو بحالو بحال العجين الاول على هذا الشكل، بحال انكم هكا جريتوه، ما نعرف يعني زاد معاكم وجريتوه، ديروا هكا واحد المعلقه ديال الطحين حتى يولي القوام يعني معادل ماشي مشكل. غنغطيه بلاستيك غذائي، طبعا نعطيهم واحد المنديل ونخليهم حتى يختمروا مزيان ويضاعف الحجم ديالهم ونطلقوا ان شاء الله. وهذا هو الشكل ديال العجين بعد ما اختمر مزيان وضاعف الحجم ديالو، فهو ضرب معايا تقريبا هكا 41 دقيقه. وغندهن نسطح العمل بواحد شويه ديال الزيت نباتي غير شي شويه. من بعد غنقطع العجين وغنكورها. ودابا كما كتشوفوا معايا فانا قسمت هنايا العجينه على 13 كويره اللي صغار، كويره وحده هنايا كبيره، يعني المجموع هي 14 كويره. غنحاول انني نفرغ كذلك الهواء من هذه العجينه اللي باللون الاسود. بالنسبه لهاد العجينه هذه فغنقسمها على جوج. ودابا غنسرى هاد القطعه ديال العجين نضعك واحد شويه ديال الزيت النباتيه غير شي شويه باش هكا العجينه كتسرح معانا مزيان. ودابا غنسرى العجينه ديالي هكا على شكل مستطيل اللي تكون طويله
تحاول انا ندير هكا واحد شويه ديال الزيت باش العجينه ديالي ما تلتصقش، يعني ضروري في هذه المرحله ما ديروا الزيت. وهنا كما كتشوفوا معايا فانا هنايا بديت العمل، يعني قطعت واحد الطريف من هذه العجينه هذه، نوريكم كيفاش ان شاء الله. كناخذ لك واحد القطعه ديال العجين اللي باللون الابيض، كنحاول انني نسرحها على هذا الشكل، على شكل دائري، كنساعدو هكا بالمدلك الى هنا يعني باش هكا كنسرعو. من بعد ما كنسرح العجينه هكا على شكل دائري، كنجي لهنا وكنجرها واحد الجره من هنا، يعني كتولي هكا مجروره من القدام على هذا الشكل. هاد المرحله غنحتاج هنايا لهاد الشكلاط، فانا قطعته هكا طريفات لي صغارين، ناخذ هكا واحد القطعه ونضعها هنايا. ودابا غنبدا نلف العجين، نحاول انني نلفها كيانيشه، غير كنوصل هنايا النص كنوضع الاصبع ديالي هنا، كنبدا ندور هاد اليد هدايا باش هكا الحبه ديالنا كتجي بحال الكورني، كتجي هكا رقيقه من هنا وغليظه من هنا. طبعا نجي لهنايا وناخذ واحد القطعه ديال العجين، كما قلت لكم فانا بديت هنايا كنحضر، نحاول انني نرقق شي شويه. كناخذ هاد القطعه ديال العجين كما كتشوفوا معايا، ودابا غنجي ونشد هاد القطعه هادي ونوضعها هنايا لتحت، كنخليها هكا غير واحد سنتيمتر هنايا، وندلف العجين ديالي بسم الله. كندير هكا ثلاثه ديال اللفات على هاد الشكل، كنهبط هاد القطعه هنايا لتحت، وهاد الزوائد هادو كنحيدهم. وهذا هو الشكل ديال الحبه كما كتشوفوا معايا. فهاد المرحله غنحتاج هنايا لهاد القالب، فبالنسبه للقطر ديالو فهو 33 سنتيمتر. المهم فانا دهنته هنايا بالزبدور، شت عليه واحد شويه ديال الدقيق. غنحتاج كذلك هنايا لواحد الصحن، نحاول انني ندهنو هكا بواحد شويه ديال الزيت النباتيه من الجوانب، وغنوضعو هنايا في الوسط ديال المول، وغنشد هاد القطعه هادي كما كتشوفوا معايا وغنوضعها هنايا، وغنستمر بنفس الطريقه. نحاول انني نسرح العجينه كما كتشوفوا معايا، العجينه رطبه. من بعد ما سرحتها كما كتشوفوا معايا، نحاول انني نجرها واحد شويه من هاد البلاصه هادي، ونضع واحد شويه ديال الشوكولاته هنايا، ونبدا نلف العجين بسم الله. كما قلت لكم غير كنوصل لهنايا، يعني النصف هذا اللي جريناه، فكنحط الاصبع ديالي هنا وكنبدا نلف بهاد الطريقه، ونستمر بنفس الطريقه. قطع واحد الطريف ديال العجين، نضع هاد القطعه هذه ديال العجين اللي باللون الاسود لتحت، وكندورها على هذا الشكل. بالنسبه لهاد الطريف ديال العجين اللي كيبقى لي هنايا فغنحيدو. بالنسبه لهاد السميطه هذه اللي كنديرو، فكنحاولو ملي كنجيو ندوروها كنرخفو اليد ديالنا باش هكا ملي نطيبوها ما تطرطقش معانا، تبقى هكا مرخوفه. هنا بغيت نوريكم واحد الطريقه اللي اسهل من الاولى اللي وريتكم، يعني كناخذو هكا واحد القطعه ديال العجين، بالنسبه للناس اللي يعني ما يقدروش يهزوا العجينه باليد ديالهم، كنشدو هاد القطعه هذه وكنوضعوها هنايا، وكنبدا ندورها على هاد الشكل، كنهزها من هنا وكنهبطها تحت منا، كنجرها على هاد الشكل، كنحيد هاد السوائل. يعني يمكن لكم ديروا سواء الطريقه الاولى اللي وريتكم اولا هذه، لكن صراحه هذه الثانيه فهي عمليه واسهل. وهذا هو الشكل ديال العجينه من بعد ما سويتها كامله في المول. دابا كما كتشوفوا معايا فبقى لي هنايا واحد شويه ديال العجين اللي باللون الاسود، كذلك هاد الزوائد هادو حتى هما بقاو لي، يعني هذه هي الكميه ديال العجين اللي تبقات لي كامله من العجين الاسود. غنخليها جانبا هنايا باش ترتاح شي شويه، وغندوز ان شاء الله باش نحضر معكم هاد القطعه هادي. بالنسبه لهاد القطعه هادي فهي داك القطعه اللي خلينا باللون الابيض اللي كانت كبيره، نحاول انني نسرحها على شكل طولي. ودابا غنشدها وغنوضعها هنايا فوق هاد العجينه هادي، طبعا نسرحها بمدلك باش هكا يعني كتلتصق لنا القطعه اللي باللون الاسود مزيان على هادي اللي بيضاء. دابا ندير لها واحد شويه ديال الشكلاط بسم الله، نحاول انني ندير هكا واحد الاشرطه. ودابا نبدا نلف العجين، نحاول انني نلفها يعني حتى ما يبقاش يبان لي الشكلاط، نغطس هكا الشكلاط باش ما يخرجش معايا. دابا مباشره نبدا ندورها على هذا الشكل، يعني نفس الجهه اللي كنلف منها هي نفسها اللي كندور بها، كنحاول انني نرخف اليد ديالي مزيان وعاد كندور باش هكا الورده ديالنا كتجي يعني مرخوفه وكيجي الشكل ديالها زوين. وفي هذه المرحله غنجيو لهنايا ونحيدوا هاد الطبسيل اللي وضعنا، ونوضع الورده هنايا في الوسط لهذا الشكل، نحاول انني نساوي هاد القطع هادو يعني باش كيجيو زوينين مع الورده. ودابا غنغطي العجين ديالي بهذا البلاستيك الغذائي، نخليها حتى تختمر غير نص خامله، يعني ما يضاعفش الحجم ديالها بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله. وهذا هو الشكل ديال البريوش ديالنا من بعد ما اختمر نص خامله، فانا خليته نص ساعه هنايا
يعني ما اختمرش بزاف في هذه المرحله هذه ونحتاجها كثير لهذا. فهو عباره عن ياغورت طبيعي بالمذاق ديال السكر، يعني كيكون فيه السكر وكيكون كريمي، يعني بحال انه ما كانش عندكم هذا البيرلي هذه يمكن لكم تستعملوا اي ياغورت. اهم حاجه هو انه يكون طبيعي وكذلك يكون فيه السكر باش البريوش ديالكم ما يجيش حامض. بالنسبه لهذا اللي غنستعمل انا فهو كتكون مكتوبه عليه فيه جبن طري طبيعي بالسكر. وهنايا كما كتشوفوا معايا فانا هنا بديت كندهن يعني البريوش ديالي بهذا البيرلي. من الافضل تستعملوا بيرلي، يعني من الاحسن لحقاش هذا البيرلي هذا كيكون المذاق ديالو يعني شي شكل كيكون هكا فيه بحال واحد المذاق ديال الجبن، ولكن الا ما كانش عندكم فماشي مشكل، يعني واخا ما ديروش هذا النوع هدايا. نحاول انا ندير غير واحد الدهنه اللي خفيفه ما كثرش، يعني غندير غير نصف هذه العلبه تقريبا هكا واحد المعلقه ونص اللي غندهن بها. بالنسبه لهاد البيرلي هذا فكيخلي البريوش ديالنا كيجي منتفخ اكثر. هانتوما تشوفوا ان شاء الله يعني غندير له هاد البيرلي هذا وعاد نزيد نغطيه ونخليه يزيد يختمر، فكيجي هكا البريوش ديالنا يعني منتفخ بزاف وكيجي مرتفع وكيجي كذلك مختلف على البريوشات الاخرين، يعني كيجي هكا في واحد المذاق مميز. المهم دابا غنغطيه ونخليه حتى يضاعف الحجم ديالو مزيان ويختمر. ودابا كما كتشوفوا معايا فالعجين ديالنا اختمر مزيان وضاعف الحجم ديالو على هذا الشكل، يعني ولا منفوخ. لذا كما قلت لكم ضروري ما تخليو البريوش ديالكم حتى ينتفخ مزيان ويضاعف الحجم ديالو. بالنسبه لهاد العجينه هذه فهي كتنتفخ بزاف. المهم دابا ندخلها للفران، انا نطيبها غير في الفران العاديه يعني في الفران ديال الغاز. غنطيبها بحال الطريقه ديال الكيك، النار تكون مهيله ناقصه مزيان. غنسد عليها الفران ونخليها نص ساعه، منحش عليها الفران بتاتا. ومن بعد ما كدوز نص ساعه ديك الساعه مره كنبقاو نراقبوها، مره كنراقبوها حتى كيطيب البريوش ديالنا على خاطرو. وهكا كيجي الشكل ديال البريوش ديالنا من بعد ما طاب، فكيجي هشيش ومنتفخ. المهم دابا نحاول انا ندوز هكا السكين في الجوانب. بسم الله دابا نقلبوه ونرجع لها الطبسيل. ودابا غندهنوا واحد شويه ديال الناباج، يمكن لكم كذلك تدهنوا هكا واحد شويه ديال المربى ديال المشمش. المهم بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديال البريوش فهي مهمه، فانا طراب معايا 50 دقيقه باش طاب، يعني نتوما يقدر يضرب معكم هكا واحد 45 دقيقه اولا 40 دقيقه، لكن اهم شيء انها تكون نار منخفضه. المهم فانا خليته غير في الجهه الفوقانيه ديال الفران، غنغسلو البوطه مزيان حتى بداو هاد الجوانب هادو كيتحمروا لي. عاد داك الساعات يعني هبطت الجهه التحتانيه خدا اللون الذهبي، يعني تقريبا طيبته غير الفوق، النار كانت غير تحت منه. بسم الله على بركه الله. دابا نوري لكم كيفاش كيجي من الداخل. صراحه كيجي رائع، كيجي قطني من الداخل وكيجي هشيش يعني ورطب، يعني كلشي باين كما كتشوفوا معايا، يعني الصوره كتشرح نفسها. كيجي بحال القطن، كيجي رطب ومفشوش من الداخل كما كتشوفوا معايا. كذلك كيجيو فيها القطع ديال الشكلاط من الداخل. صراحه هاد البريوش هذا كيجي رائع وكيجي هشيش وقطني. كنتمنى ان شاء الله تجربوه هنا الاعجاب ديالكم، وانا اكيد ان شاء الله الا جربتوه فغيعجبكم بزاف. كنفرح بزاف هكا ملي كتجربوا الوصفات ديالي وكينجحوا معاكم. ودابا ما بقى لي الا ندعوكم لعجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني ولي لايك، كذلك اول مره كتشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد. مع السلامه، نتلاقاو فيديو اخر.